دات عليا وتسطرات عليها الرباطو. اش قالت لك بالضبط؟ قالت لي انا ولدي ما غتصوري مني والو، سيري للجندارم، الجندارم انا تنشريهم بالفلوس، انا عندي رزقي، نخرج ولدي بالفلوس. قالت لي سيري يجري طوال، كاش عندك ما ديري؟ قالت لي انا عندي الله وسيدنا وسيد العموش ياخذ لي حقي، سيد العموش ياخذ لي حقي عافاك، راه السيفه في هاد البلاد وبغيت الجريمه تعاودي من الاول، سالفه ما عارفه ما نقول عافاك. اخيك وليدات ياك؟ عندي جوج وليدات وعايشة غير مع با وما هو راجل كبير ومو ما كاينش اللي يخدم عليهم. شحال خدام في داك الباركينغ يعني تاع طول بزاف ولا يلاه شي عام ونص؟ شحال تقريبا خدام في داك المكان؟ شي عامين بحال هكا. عام ونص عام ونص بحال هكا كاع. يعني كاين كيتشكا تيقول لك راه كاين مشاكل في الخدمة، تيقول لي هادي وهادي، تنقول له صافي دوز جلس، تيقول لي راه اللي صعيب وهادي، تنقول لي صافي غير دوز حيد كاع ما عندك ما دير، تيقول لي شكون اللي يصرف علينا؟ انا ما عندي لا صنعة لا والو، لا حرفة لا حتى حاجة، الجيران تيتعاونوا معاه عارفينو بوليداتو. واخا لا لا، بالنسبه للمرحوم واش كان عنده شي خلاف مع هاد الناس؟ لا ما عندناش جيراننا هما. ما جيران الدار على الدار هما بجيراننا هما، هو مجرمين تيتعناو بالقوه هما مسطرات مجرم ومسطرات بزاف. انا نسيت نفسي تلعب وجهي تنطالب ياخذ لي حق ولادي. لا لا الزوج ديال ولادي يخرجوا مجرمين، بس شي عندنا الاجرام بزاف عين عاوده. الزوج ديالك قبل ما يموت قال لك شي حاجه في فيسبوك، قال لكم انا كنتهدد. كاتب على الموطور صح. شنو كتب بالضبط؟ كاتب انا ما قاريهش ما عرفتش، المهم كاتب شي حاجه على الموطور بان كان باغي يتشفر، وهذوك الدراري تيعرفهم ما بغاش يتسرع بهم هو، حيت ولاد الحومه ما شكش بهم كاع غادي يقتلوه. شنو اللي خلاك تستغربي ان الدارك الملكي وداك الشرطه ما جاوش معاكم؟ انا كلشي تيقول لي دايره فلوس، كلشي تيقول لي دايره فلوس، وراجلي بدات علي عين بابا. انا بغيت ناخد حق راجلي، ما بغيتش تضحك عليا غدوا ولا بعدا ولادي يخرجوا مجرمين. هي راه معروفه تتخرج ولدها من العبس، معروفه ما كاينش اللي ما تعرفهاش. تقول لك انا تنخرجوا بالفلوس عيد تتبيع الحجيج وداك المعجون وما الماحيه وداك الشيء في القراعي، داك الشيء معروفه هي ولدها. سيد العموش ياخذ لي حقي عافاك وحق ولادي. انا بغيتش ولادي يخرجوا مجرمين ويتعقدوا من باهم، ما غاديناش لي حقو. واش هاد هذا هو الشخص واحد ولا مجموعه؟ هو ثلاثه ولا ثلاثه اليوم تم القبض عليهم ولا ما تمش؟ واحد قالوا لي اللي مشدود هو ولده، دخلوا عليه لقاوه ملابس الجلابه ديال مو وباغا تهرب. غير المره جارتنا اللي ساقطه الخبر باغا تهرب، ومات كيفاش عيطات للجندارم وما عرفتش انا المشكل كيفاش تشدوه. المهم قالوا لي كانت مهربه وخرجوا الجندارم فيها وجدوها. الصوره ديال الزوج ديالك هي هذيك؟ مشات الشاب بيضاء على ولادو، بغيت غير نعرف واش هاد الشاب بيضاء ويبقى ولادي. اللي الصوره اللي الفوق عافاك سيد الحموش ياخد لي حق راجلي، عافاك تكويت من راجلي، عافاك سيد الحموش ياخد لي حقي، عافاك سيد ناخد لي حقي، ما عنديش عندنا انت والله، عندنا الاجراف عين عاوده بزاف، عافاك ناخدو تعقلنا، ما تقدريش تخرجي باي وقت وما تقدريش تدخلي باي وقت. لا لا شحال هادي باش مات الزوج ديالك؟ مات لحد في الليل. بالصباح بالصباح السبت ضايقه من الثلاثه، السبت مع الثلاثه من السبت لهنايا. شنو الجديد في الملف ديال الزوج؟ والو والو سيدي، ما كاين حتى شي حاجه، والو ما جاو عندي ما قيدوا والو والو والو. ضربني الحال خمسه انا تمشي تعطي عليه ولدها البنات ما خرجش، ضربني الحال بزاف خمسه انا خاص تخرج ولدها، عافاك سيدي حموش ياخذ لي حق ولادي. لا واش ياخذ لي حق ولادي؟ ما كاينش اللي يهز لي ولادي. الشيخ وعكوزتي مرا كبيره حاليا، دابا ما عندكمش اللي يصرف عليكم؟ ما كاينش من النهار ومن باس ومن الجوع ما كاينش. عافاك سي الحموش سيدنا خذ لي حقي، انا بغيت الاعدام اليوم كيما كنفسر.